المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار مستقيم عند مرور التيار الكهربي ثم ننصر برادة حديد، تلاحظ أن خطوط المجال تنتظم على هيئة دوائر منتظمة مركزها التيار، وتقل كلما ابتعدنا عن التيار الكهربي. فعندما ينعكس اتجاه التيار أيضا هينعكس اتجاه المجال المغناطيسي، ويمكن تحديده عن طريق وضع بوصلة أو قاعدة اليد اليمنى لامبير. خواص خطوط المجال تكون على هيئة دوائر منتظمة مركزها التيار، وتقل كلما ابتعدنا عن السلك، ولذلك ينصح بعدم البناء بالقرب من الضغط العالي لأنه تقل المسافة، تزيد كثافة الفيض وتؤثر على الصحة العامة. قاعدة أمبير لليد اليمنى، الهدف منها تحديد اتجاه خطوط المجال الناشئ عن تيار مستقيم. نقبض على السلك باليد اليمنى بحيث الإبهام يشير اتجاه التيار، والتفاف الأصابع تشير اتجاه المجال. الإبهام يشير اتجاه التيار، فإن التفاف الأصابع تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي. كما لاحظنا خواص المجال تقل كلما ابتعدنا. اتجاه التيار زي ما اتفقنا نقدر نعرفه عن طريق الاتجاه الاصطلاحي، لو ده القطب الموجب والسالب كده نعرف ان اتجاه التيار الأعلى، واتجاه المجال هيكون هنا عكس عقارب الساعة بهذا الشكل حسب قاعدة اليمنى. الإبهام يشير اتجاه التيار، فإن التفاف الأصابع تشير اتجاه المجال. إزاي نستنتج القانون عشان نقدر نطلع من القانون كل شيء؟ بما أن كثافة الفيض ستتناسب طرديا مع شدة التيار، وده شيء منطقي، كلما زاد شدة التيار كلما زادت كثافة الفيض. إذن كثافة الفيض تتناسب طردي مع شدة التيار، وتتناسب عكسي مع بعد النقطة. يعني السؤال بيقول احسب كثافة الفيض عند النقطة مثلا ألف أو النقطة باء أو النقطة جيم، هل كثافة الفيض عند ألف زي باء زي جيم؟ طبعا لا. إذن كلما قلت المسافة زادت كثافة الفيض، فالمسافة هنا علاقة عكسية. شيلنا التناسب ونحط الثابت. الثابت هنا يعتمد على نفاذية الوسط اللي هي ميو. النفاذية يبقى ميو هنا معناها النفاذية، ومعنى النفاذية هنا نقصد بها هي قدرة الوسط، ميو قدرة الوسط على نفاذ المغناطيسية. يبقى لما نيجي نعرف النفاذية هنقول هي قدرة الوسط على نفاذ المغناطيسي. طيب هنا دوائر منتظمة، ونعتبر ده كأنها محيط. يعني بعد النقطة هنا كأنها محيط بالظبط. احنا عارفين المحيط بيساوي 2 باي ار، ونقصد بالار هنا اللي هي الابعاد المتساويه اللي هي دي هنا. لما نيجي من القانون ده نقدر نطلع ما العوامل التي يتوقف عليها كثافه الفيض لسلك مستقيم. العوامل نقدر نطلعها من القانون.
العوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض لمجال واحد، ثلاث عوامل. واحد اللي هو شدة التيار، ودي طردي، شدة التيار طردي، شدة التيار طردي. اتنين المسافة عكسي، اللي هي بعد النقطة اللي هنعين فيها. تلاتة نفاذية الوسط. طيب احنا عارفين هنا ان اللون التيار بالامبير، واحد قسم امبير، وكثافة الفيض تسلا، والمسافة متر. اذا نقدر نعين وحدة قياس النفاذية. تعال نعينها، لو حطيناها في طرف حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين، يبقى نقدر نقول ما هي وحدة قياس، ما هي وحدة قياس النفاذية. وحدة قياس النفاذية من القانون قدامنا اهو، لو قلنا ده على واحد يبقى نقول هنا ايه، التسلا في متر، تسلا في متر على امبير، تسلا في متر على امبير. او ممكن نقول دي ويبر على المتر المربع، المتر مع التربيع، من نقول على دي ويبر، ويبر في امبير، ويبر في، نقدر نقول كده ويبر على امبير في متر. يعني الوحدة دي تكافئ الوحدة دي. طيب ايضا من القانون نقدر نطلع، من القانون هنقدر نطلع مين؟ رسم بياني. لو جبنا رسم بياني بهذا الشكل، وهنا البي كثافة الفيض، وهنا مثلا شدة التيار، شدة التيار هنلاقي بينهم علاقة طردي، نكتب العلاقة الرياضية اللي هي القانون ده ونجيب الميل. طب ازاي نجيب الميل؟ زي ما اتفقنا، الميل بيساوي فرق الصادات اللي هو بي على فرق السينات اللي هو اي. فلو قسمنا البي قسمنا على الاي هتبقى لنا مين؟ الميل. يبقى الميل هيساوي ميو اللي هي النفاذية على 2 باي دي. طيب نقدر نجيب، اصبحت دي مجهوله، ممكن نقول احسب المسافه او البعد، لان ده ثابت وده ثابت. امال الاسلوب بنجيبه ازاي؟ اما نجيبه من الارقام فرق الصادات على فرق السينات، او نجيبه بدلاله تان سيتا اللي هو ميل الخط المستقيم. طريقه حل المسائل لهذا القانون، احنا عارفين ان التيار، شده التيار، لو جينا نكتب القانون تاني بهذا الشكل، بي اللي هي كثافة الفيض هتساوي النفاذية، ده رقم ثابت بيجي لك جاهز، 2 باي قيمة ثابتة 22/7. الدي اللي هي المسافة قد تأتي بالسنتيمتر، في الحالة لازم نحولها المتر، تبقى نضرب في 10^2. أما الآي اللي هي شدة التيار، طبعا هنطبقها بالفصل الاول. شدة التيار ممكن يجي لك عدد الالكترونات وشحن الكترون، نجيبها عند القانون كيو على تي، والكيو بنفكها الى ان في اي، اللي هي عدد الالكترونات في شحن الكترون على الزمن. ممكن نجيب الاي ايضا عن طريق لو ذكر مقاومة داخلية، اذا ذكر مقاومة داخلية يبقى بتساوي التيار بيساوي القوة الدفع الكهربية على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية. شدة التيار بيساوي قوة دفع البطارية، قوة دفع الكهرباء البطارية على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية، ده إذا ذكر كلمة المقاومة الداخلية. طب لو جاب الآر تمام، طب ما جابش الآر ممكن نجيبها عن طريق الإيه؟ نقدر نجيبها عن طريق المقاومة النوعية. إحنا عارفين المقاومة النوعية بتساوي إيه؟ المقاومة النوعية بتساوي عن طريق المقاومة، تساوي المقاومة النوعية في الطول على
المساحة. لو المساحة جاهزة تمام، جاب نص القطر هنعوض عن المساحة بباي ار تربيع. فالمسائل فيه نوعين، مسائل مباشرة طبعا مش هنقدر، مش سهل نضيعش وقتنا فيها، اللي هي عبارة عن 1 2 3 4، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اقصد، هيجيلك اتنين معلومين، ممكن يجيلك التيار معلوم ودي معلومة تقدر تجيب بي، او بي معلومة والاي تجيب الدي، بنضرب الطرفين في الوسطين ونجيب المجهول في طرف. طب هناخد دلوقتي مثال غير مباشر، نقصد غير مباشر ان هو هيطلب مثلا البي وما يجيبش الاي، فهنجيب الاي اما عن طريق هذا القانون او القانون ده، او نجيب القانون ده في القانون ده. ففي جت مسألة في امتحانات سابقة ان قال لك احسب كثافة الفيض ويجيب لك المسافة والنفاذية، بس الاي مش هتيجي الا عن طريق المقاومة الداخلية، والمقاومة الخارجية مش هتيجي الا عن طريق المقاومة النوعية. تعال نشوف المثال ده مع بعض. هنشوف مثال فيه كام فكرة. يعني مثلا هو قال احسب كثافة الفيض لسلك مستقيم، يبقى أول خطوة نعملها هنكتب القانون اللي هو البي بتساوي ميو بتاع السلك المستقيم في الاي على تو باي دي. لو جينا نبص للمثال ده هنلاحظ ايه؟ ان ما جابش في المسألة الاي شدة التيار، جاب المسافة، احسب كثافة الفيض على بعد، احسب كثافة الفيض على بعد، دي موجودة لكن البي مش موجودة. طيب تعال نشوف هنا، جاب نجيب الاي ازاي؟ اول ما تلاقي في المقاومة في المسألة قوتها الدفع ومقاومتها الداخلية، يبقى اول خطوة نجيبها نجيب التيار عن طريق هذا القانون، ان شدة التيار بيساوي القوة الدفعة مقسومة على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية. المقاومة الداخلية موجودة، المقاومة الداخلية موجودة بس، والفي باتري موجود بس ما جابش مين؟ الار. نفكر تاني، جاب المقاومة النوعية، يبقى لازم نستخدم قانون المقاومة النوعية، ار بتساوي المقاومة النوعية في الطول على المساحة. إذا نبدأ بمين بقى؟ يعني عندنا مجموعة القوانين اهيت، بس هنبدأ بالقانون اللي هو بدأنا نبدأ بالعكس عشان نشوف الايه المجهول الأول. يبقى أول خطوة نعملها، أول خطوة نعملها يبقى رقم واحد، نجيب المقاومة ايه الخارجية. المقاومة الخارجية بتساوي، المقاومة الخارجية بتساوي رو اي ال على ايه، بيقتضي لنا ان المقاومة الخارج، المقاومة النوعية زي موجودة هنا، المقاومة النوعية 10 اس سالب 3، يبقى هنا 10 اس سالب 3. سلك طوله كام؟ سلك طوله 4 من 10 متر، يبقى فيه 4 من 10 متر متحولة جاهزة. مساحة المقطع كام؟ مساحة مقطعه 1 من 1000، يبقى مكان مساحة مقطع 1 من 1000. بالآلة الحاسبة طبعا ممكن دي تروح معادي، بأن ان الار الخارجية بالآلة الحاسبة يطلع 4 من 10 او، وهنركز على دي عشان هنحتاجها في الخطوة الجاية. ذكر المقاومة الداخلية، يبقى على طول نجيب شدة التيار بيساوي قوة الدفع، قوة الدفع مقسومة على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية. نعوض، اذا شدة التيار تساوي المقاومة، القوة الدفع الكهربية، قوة الدفع الكهربية قوتها الدفع الكهربية 12 فولت، هنا 12 فولت، والمقاومة الخارجية طلعناها كام؟ 4 من 10، والمقاومة الداخلية 6 من 10. اذا بالآلة الحاسبة دي فيها الواحد، الاتنين دول مع بعض 12 على 1 فيها الواحد، يبقى نقول هنا 12 أمبير.
نبدأ نعوض بقى في القانون. هنقول ان بي هو القانون ده بقى بي بتساوي النفاذية 4 بتجيلك ثابت 4 باي في 10 أس سالب 7 في شدة التيار اللي احنا تعبنا نفسنا من ساعتها عشان نجيبه اللي هو 12 أمبير على 2 باي دي. الدي اللي هي بعد النقطة، الدي اللي يحسب الكثافة على بعد، يبقى 1/10 متحولة جاهزة. الباي مع الباي على 2 في 1 في 2 هتبقى دي معادة 10 سالب 6، يبقى نقول يبقى البي بتساوي 1، البي بتساوي 1/2 في 10 أس سالب 5 تسلا. ودي تقدر تحسبها بالآلة الحاسبة لو مش عارف تختصر الباي مع الباي، والاتنين فعل 2 في 1 فعل 2، الفاصلة دي 10 سالب 1 هتبقى معاد يبقى 10 سالب 6، ولو حركنا الفاصلة هنا يبقى 1/2 يطلع 1/10 تسلا. إذن أفكار المسألة النوع ده، أما بتيجي عن طريق مباشر ده واحد من التلاتة، 1 2 3 3 دول 2 معلومين 1 مجهول، طرفين في وسطين، أو يبقى في مجهول معين نقدر نتحرك فيه نطبقه في القانون الفصل الأول عن طريق المقاومة الداخلية، والمقاومة الخارجية مش موجودة نجيب المقاومة النوعية وهكذا.